مخطئ من كان يظن بانه في لاكورس مع الوداد، لان البطوله 20 انا الوداد راه كان علينا، كان هربان علينا البريمير بلاس من تقريبا واقيلا 17 بوان واحد الوقت، دونك كان من الاجحاف ان الوداد اليوم ما يكونش في الاخر ما يكونش بطل. هذه النجمه الثانيه ما مازال اللي عنده جمهور بحال هذا مازال عطشان الالقاب اخرى. اتمنى صادقا باننا نربحوا القضيه ديالنا الاولى دابا اللي ولات هي ديال القضيه ديال الكره المغربيه كلها ديال فرنسا باذن الله في الاجتماع ديال غدا، ويكون واحد الحكم اللي عادل للوداد. وكيف ما قلت لهم راه ما حد المكتب ديال سي سعيد الناصري وما حد الناصري كاين، مش حتقدر تغمض عينيك. اللي عنده الصح يزيد، واللي غيوجد الفراقي العام الجاي يوجد دون لو بون سونس ويوجدوا، لان الوداد ينافس بقوه. وهذا الجيل هذا هذا هو ختام مبروك على الوداد البيضاوي، مبروك علينا بزاف. بطوله مغربيه، عاش الوداد البيضاوي. اليوم الحمد لله حقنا البطوله 20، وهذا العام عامنا ان شاء الله، ومبروك علينا وديما ديما وداد. الوداد هي اللي كاينه في المغرب، شوف ما كاين الوداد البيضاوي في افريكا، شوف هذاك الشيء داروا الترجي، هذاك الشيء راه ما كاينش كرة القدم. جوج فرحات يا خويا، فرحة ديال العيد، فرحة البطولة 20 وجوج نجمات ان شاء الله، وديما وداد. شفنا بدراعنا وكنتمناو سعيد الناصري ياخذ لنا حقنا من التوانسة. توجور وداد صديقي كما كتشوفوا، مبروك البطوله 20 على جميع الامه الوداديه، وكنتمناو ان شاء الله في ذاك المؤتمر ديال باريس يكون خير ان شاء الله في العصبه.